من الدماغ، خلصنا مرحلتين من الدماغ، خلصنا الديفاين وخلصنا الميجر، وهنبتدي النهاردة إن شاء الله في الخطوة الثالثة اللي هي الأنالايز. وإن شاء الله تعالى يعني هناخد الأنالايز النهاردة جزء النهاردة، وهيبقى الأسبوع الجاي الجمعة الجاية إن شاء الله الجزء الثاني. والأنالايز من الـ من الـ يعني جزء كبير قوي من الدماغ، وفي أساليب كتير، حوالي 5 أساليب، زائد اللي احنا هناخد النهاردة البروسيس كيبابيلتي. البروسيس كيبابيلتي دي طبعا هنشتغل بيها على الميني تاب. وبعت لحضراتكم النهاردة الصبح شيت اكسل فيه قرايات عديدة. النهاردة هناخد مثالين ان شاء الله على البروسيس كيبابيلتي، وهنعرف ازاي هنطبقها على الميني تاب. والبروسيس كيبابيلتي من العمليات المهمة قوي، وتعتبر بتيجي في الامتحانات الدولية كتير. يعني انا جات لي في الجرين، في الامتحان الدولي في الجرين جالي فيها مسائل، وجالي في البلاك برضو في الامتحان الدولي فيها مسائل. فتعتبر البروسيس كيبابيلتي حاجة أساسية في التحليل، حاجة أساسية في التحليل، وبتعرف بيها إذا كانت العملية اللي عندك دي كيبابل ولا عايزة إعادة تأهيل ولا عايزة تطوير. هنعرف برضو الكلام اللي انا بقوله ده بالتفصيل مع ان شاء الله لما نجيلها. هنبتدي في الانالايز. الانالايز هدف خطوة التحليل، بنقول هو الوصول إلى جذر المشكلة المحتمل وتحديد أولوياتها. يبقى أنا عندي الهدف الأساسي من الأنالايز هو الوصول لجذر المشكلة اللي هو الروت كوز المحتمل وتحديد أولوياتها. يعني لو أنا عندي كذا مشكلة أحدد لها أولويات زي ما عرفنا امبارح الكلام ده. طيب التحليل ليه اساليب، وهندرس كل الاساليب بتاعته بالتفصيل. الاساليب ديت حوالي 6 اساليب. اول اسلوب عندنا اللي هو العصف الذهني، البرين ستورمينج، العصف الذهني ده يعتبر اول اسلوب عندنا. الاسلوب الثاني اللي هو مخطط السبب والنتيجه اللي هو الفيش بون دياجرام. الفيش بون دياجرام، مخطط السبب والنتيجه. الاسلوب الثالث اللي هو مضلع التكرار. مضلع التكرار، طبعا كل ده هنشرحه بالتفصيل بعد كده. الاسلوب الرابع الخمس أسباب، 5 why. الأسلوب الخامس السلاسل الزمنية. الأسلوب السادس المخطط المبعثر اللي هو اللي بنسميه السكاتر دايجرام. يبقى أنا عندي 6 أساليب في التحليل، هندرسهم ان شاء الله باذن الله بالتفصيل، وهنعرف بنعمل فيهم ايه. اول اسلوب العصف الذهني، ثاني اسلوب مخطط السبب والنتيجه، الاسلوب الثالث مضلع التكرار، الاسلوب الرابع ال5 اسباب، الاسلوب الخامس السلاسل الزمنيه.
الاسلوب السادس المخطط المبعثر، وكل واحد ليه اسم، وكل واحد ليه شكل، وكل واحد ليه استخدام، وكل واحد في دول هندرسه بالديتيلز. تمام؟ صباح النور، صباح النور عليكم. هندرس بقى زي ما قلت لكم النهارده حاجه مهمه جدا اسمها البروسيس كيبابيلتي، ودي يعني تعتبر اساس العمليه. البروسيس كيبابيلتي تعتبر اساس العمليه او رسم القلب بتاع العمليه او الاشعه بتاعت العمليه او اسكان، بتعمل اسكان للعمليه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا هندسه؟ البروسيس كيبابيلتي زي ما قلت هي تعتبر رسم القلب بتاع البروسيس. انا لما بروح اعمل اشعه، الاشعه بتبين كل حاجه انا بعملها، اشعه على المخ، اشعه على الجسم، اشعه على الظهر، هي بقى البروسيس كيبابيلتي كده. انا بعمل اشعه او اسكان على العمليه، وبشوف ان العمليه دي ماشيه ازاي، وايه المشاكل اللي فيها، والاضطرابات اللي فيها ايه، واذا كانت العمليه دي كويسه ولا هتحتاج تطوير ولا اعاده تاهيل. طبعا هنعرف الكلام ده دلوقتي. يبقى ندي تعريف كده للبروسيس كيبابيلتي اللي هي قدره العمليه. قدره العمليه هي اداء العمليه خلال فتره زمنيه محدده وهي في حاله مراقبه. يبقى أنا براقب العملية خلال فترة زمنية محددة، ومعنى ذلك أن تكون جميع البيانات داخل الحدود المسموح بيها ما بين الحد الأعلى والحد الأدنى للمواصفة. المحاضرة بتاعت امبارح اللي احنا خدنا فيها الفويس اوف كاستومر، مش احنا قلنا في مواصفة بيجيبها العميل عشان انفذها بيديني فيها حد ادنى وحد اعلى. الحد الادنى والحد الاعلى اللي هم الحدود بتاعه المواصفه، بنسميها الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت. يبقى انا عندي حاجتين حدودي في البروسيس، الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت. انبوت الداتا، الداتا بقى اللي انا بحطها، الداتا اللي انا بحطها او اللي انا بقيسها، اللي احنا خدناه في الميجر قياس. انا بقيس داتا، بشوف الداتا دي مظبوطه ولا لا من خلال التحليل. بقى باجي اعمل لها بروسيس كيبابيلتي. البروسيس كيبابيلتي هي بتعمل اسكان كامل للعمليه، اسكان كامل للعمليه، واشوف اذا كانت الداتا اللي انا دخلتها دي مظبوطه ولا العمليه كيبابل ولا مش كيبابل ولا عايزه اعاده تاهيل. وهنعرف الكلام ده. يبقى نقول تاني تعريف قدره العمليه. تعريف قدرة العملية هي أداة العملية، هي أداة العملية خلال فترة زمنية محددة وهي في حالة مراقبة. هي أداة العملية للناس اللي عايزة تكتب ورايا، هي أداة العملية، هي أداء
العملية خلال فترة زمنية محددة وهي في حالة مراقبة، ومعنى ذلك أن تكون جميع البيانات داخل الحدود المسموح بها بين الحد الأعلى والحد الأدنى. إيه هو الحد الأعلى؟ اللي هو الأبر سبيسيفيكيشن ليميت. وإيه هو الحد الأدنى؟ اللي هو اللور سبيسيفيكيشن ليميت. يبقى الحدود المسموح بها بين الحد الأعلى والحد الأدنى للمواصفة، وده اللي أنا كاتبه هنا في الباوربوينت. هي أداء العملية خلال فترة زمنية محددة وهي في حالة مراقبة، ومعنى ذلك أن تكون جميع البيانات داخل الحدود. شايفين الشكل اللي هو على اليمين اللي تحت ده؟ كل البيانات بتاعت البروسيس اللي هي تحت الهرم دي ما بين الحدود اللي هي الداش لاين اللي هي بالأحمر، اللي هو اللور الأبر سبيسيفيكيشن ليميت اللي هو على الشمال، واللور سبيسيفيكيشن ليميت اللي هو على اليمين. يبقى الحدود اللي عندي اللي هي بين العملية هي دي قدرة العملية كلها، ما بين الأبر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت اللي هو الجزء اللي في النص ما بين الحدود. يبقى أنا لما بقيس العملية بقيسها ما بين الأبر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت، وإيه اللي في النص؟ اللي الداتا اللي أنا حطيتها في عملية الميجر. تمام كده، الناس معايا كده متفاعله معايا شيء، يعني سامعه صوتي وابتدت، يعني ابتدت الدنيا، الصوت كويس واضح وال طب تمام، توكلنا على الله. يبقى نقول تاني، قدره العمليات البروسيس كابابيلتي هي اداء العمليه خلال فترة زمنية محددة وهي في حالة مراقبة. أنا براقب العملية، ومعنى ذلك أن تكون جميع البيانات داخل الحدود المسموح بها بين الحد الأعلى والحد الأدنى للمواصفات. المواصفات اللي جاية لي منين؟ من العميل. العميل بيديني تولرانس وبيديني سبيسيفيكيشن، مواصفة. أنا بنفذ المواصفة بتاعت العميل وبشوف عندي الأبر سبيسيفيكيشن ليميت أقل حدود وأعلى حدود، اللور سبيسيفيكيشن ليميت والأبر سبيسيفيكيشن ليميت ما بينهم الداتا بتاعت البروسيس المنتج أو الخدمة اللي أنا بنفذها للعميل. أنا عايز النهاردة كل الناس تركز معايا جدا في المحاضرة دي. المحاضرة بتاعت النهاردة دي مهمة جدا. أي عملية في الدنيا لازم أعمل لها كابابيلتي، وهي دي بتكون الأساس عندي في الأنالايز. أي عملية قبل الأساليب، يعني قبل ما هدرس الأساليب لازم أديكوا دي البروسيس كابابيلتي ستادي عشان تبقى عارف هتحلل بعد كده بأني اسلوب. يعني انا احلل البروسيس كابابيلتي على الميني تاب واعرف اذا كانت العمليه دي شغاله ولا مش شغاله، ولا هعيد تطويرها، ولا هعيدها اصلا تاهيليا، ولا كباب يعني قادره اللي هي تشتغل. فانا لازم احدد نوع العمليه الاول واشوف الدنيا في العمليه ماشيه ازاي، بناء عليها ابتدي بقى اطبق الاساليب السته اللي احنا خدناها. حلو كده، كل الناس معايا؟ هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل، يعني اي حد هيسال حاجه في نهايه المحاضره ارجوكوا، عشان يعني ايه الناس كلها، يعني انا لو هجاوب السؤال هرجع اشرح تاني من جديد الخطوه اللي انا بقولها. فانا في نهايه المحاضره اقول له اللي عنده سؤال يقول، اللي عنده سؤال يقول وانا هجاوبه باذن الله.
يبقى خلاص قدرة العملية هنيجي على الشكل اللي هو المنحنى اللي هو بتاع الفويس اوف بروسيس اللي هو الهرم اللي في النص ده النورمال ديستريبيوشن كيرف. انا هدفه ايه؟ ان انا عايز اوريكم الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت وما بينهم البروسيس. طب ده الفويس اوف بروسيس. طب فين الفويس اوف كاستمر اللي هو ما بين الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت؟ تمام، يعني انا عندي اللي في النص البروسيس، واللي على الحدود اللي هو ما بين الخط الداش لاين الاحمر ده والخط الثاني اللي هو الابر سبيسيفيكيشن ليميت اللي هو اليو اس ال واللور اس ال، هي دي حدود المواصفات اللي انا شغال عليها من خلال الكلاينت. تمام؟ طيب، عايز افكركم بحاجه خدناها في اول محاضره، قلنا احنا اي بروسيس في الدنيا فيها انبوتس واوتبوتس، صح؟ هنعيد الكلام ده تاني عشان لازم اعرف المدخلات بتاعه البروسيس او الخدمه او المنتج اللي انا بعمله. فهنقول الانبوتس عندي ايه؟ الانبوت عندي في البروسيس كابابيلتي ثلاث نقط، ايه هما؟ الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت والداتا. يبقى ده الانبوتس اللي عندي، الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت هاخدها من خلال العميل من مواصفاته والتولرانس بتاعته اللي هو مديها لي اللي انا ابتدي اطبقها عندي في المنتج، والداتا اللي انا خدتها من عمليه الميجر. يبقى انا عندي ثلاث نقط مهمين في الانبوت المدخلات بتاعه البروسيس، الابر سبيسيفيكيشن ليميت، اللور سبيسيفيكيشن ليميت، والداتا اللي هي البروسيس اللي هي النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي انا هنا حاططها هنا. يبقى كل الداتا اللي هي من الخط الازرق اليو الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت اللي هو الخط الازرق، الخط الازرق الابر كنترول ليميت اللي هو اليو سي ال والال سي ال، في فرق ما بين السي دي اللي هي الكنترول والاس اللي هي السبيسيفيكيشن. يبقى انا عندي الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت ده من خلال العميل، مواصفه العميل بيديني الابر واللور اللي انا همشي عليهم والتولرانس بتاعتي اللي انا عايز احققها من خلال منتجه او خدمته، والداتا اللي هي البروسيس اللي عندي اللي انا عايز انفذها اللي انا هقيسها اللي هي ما بين الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت اللي هو الخط الازرق اللي انتم شايفينه ده، دي الداتا. يبقى في مواصفه مش هطلع عنها، حدودي النهائيه المواصفه الابر كنترول الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت، والحدود الداخليه اللي انا شغال عليها بتاعه البروسيس اللي هي الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت. الناس فاهمه لغايه دلوقتي؟ يعني اللي مش اللي فاهم يقول انا فاهم. لا ده شكل الكيرف عالي، يعني عالي من الوسط ليه؟ يعني ده الكيرف عادي. انا كل الهدف من الكيرف ده اللي انا عايز اشرح لكم الاربع نقط دول، الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت، دي الانبوتس بتاعت العميل، دي الانبوتس بتاعت المواصفه بتاعت العميل اللي هي في الانبوتس، والداتا اللي هي ما بين الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت اللي هي الفويس اوف بروسيس اوف ذا بروسيس. خلاص فاهمين؟ طيب نخش على النقطه الثانيه. يبقى احنا كده عرفنا الانبوت بتاعت البروسيس ثلاث نقط، ابر سبيسيفيكيشن ليميت لور سبيسيفيكيشن ليميت من خلال مواصفه العميل بيديني ايه؟ التولرانس بتاعتي اللي انا مش هطلع عنها، الداتا بيديها لي بتاعت البروسيس
الانبوت بتاعت البروس اللي انا قستها في الميجر، اللي هي ما بين الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت اللي هم الخطين الزرق دول، تمام، والبروسيس جواه بالكيرف بقى عالي واطي. ده مش مهم يعني، ده رسم كده يعني ايه، مش هناخد دلوقتي على الميني تاب وهوريكم الرسم، هنشوف هنطبق ازاي بامثله وهنشوف هنعمل ايه على الميني تاب، وهقول لكم اذا كانت العمليه دي صح ولا عايزه اعاده تاهيل ولا عايزه تطوير، وهنعرف الثلاث حاجات دي. هناخد الاوتبوت، الاوتبوت بقى عندي ايه؟ مش كل عمليه ليها انبوت واوتبوت، احنا كده عرفنا المدخلات اللي احنا هندخلها. المدخلات بتاعتي ثلاث مدخلات، ابر سبيسيفيكيشن ليميت ولور سبيسيفيكيشن ليميت من خلال العميل، والداتا اللي انا قستها بتاعت المنتج في الميجر في الباب الشابتر 2 في الميجر. خدت الثلاث بيانات دول وهدخلهم في الانبوت، لازم يطلع اوتبوت. ايه الاوتبوت بتاعي؟ الاوتبوت بتاعي البروسيس كابابيلتي اناليسيس، البروسيس كابابيلتي اناليسيس. يبقى انا دلوقتي الانبوت دخلت الانبوت، طلعت منها ايه اللي احنا بقى هنشتغل عليه النهارده، اللي هو اللي احنا هنفعله على الميني تاب وهندرسه بالتفصيل ونعرف كل حاجه عنه، اللي هو البروسيس كابابيلتي اناليسيس. هنعمل تحليل قدره العمليه بقى، هناخد قدره العمليه دي واعمل لها اناليسيس شامله، واشوف اذا كانت العمليه دي اللي انا اللي طلعت مخرج هتبقى شكلها ايه؟ هل هي سليمه كيبابل ام عايزه اعاده تاهيل ولا ممكن تشتغل وطور فيها ومشيها؟ هما هيبقوا ثلاث انواع عندي في الاوتبوت في البروسيس. البروسيس بتاعتي كيبابل سليمه شغاله، ابتدي اشتغل عليها الاساليب الخمسه ولا السته اللي احنا خدناهم، او الحاله الثانيه اللي هي البروسيس بتاعتي وسط وممكن اطور فيها نيدز امبروف، يعني هي محتاجه تطوير، او عايزه اعاده تاهيل هي فيها مشكله مش هتنفع، البروسيس دي مش هتنفع يعني عايزه تتعمل من جديد. فهم دول الثلاث حالات اللي عندي اللي هندرسهم ان شاء الله باذن الله النهارده. هنبتدي نعمل الكيبابل ستادي اناليسيس، وكل الناس انا قلت لها النهارده تجهز الاكسل، وانا بعت النهارده شيت اكسل هوم وورك على مثال، انا هدي النهارده مثالين ماشي، هدي النهارده مثالين في الكيبابل اناليسيس. مثال كثير القرايات، يعني في قرايات كتير، اللي هو ده ومثال تاني زي اللي انا بعتهم لكم هوم وورك. المثال ده اللي انا كاتبه، معنى الجدول اللي انا كاتبه ده ايه؟ يعني هنا في خمس اشخاص بيقيسوا العمليه، اللي هو اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 واكس 5. عندي قرايات كتير، واللي انا بعته لكم واحد هو اللي بيقرا، هو كولم واحد، وهناخد برضه مثال زيه النهارده. تمام، فاحنا هنيجي كده بقى نفتح مع بعض شيت الاكسل او الميني تاب اللي عنده اشتغل على الميني تاب. فانا دلوقتي هاخد بس الداتا من على شيت الاكسل كوبي، اللي عايز يعمل معايا بقى ينفذ معايا كوبي اهي، ادي المثال اللي انا كاتبه في الباوربوينت، اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 واكس 5، كل واحد في دول مدي قرايات لبروسيس. ممكن تبقى القرايات دي بقى وزن، طول، سرعه، ايا كان بقى اللي بيتقاس هنا في المثال ده. خلاص؟ وزن، طول، سرعه، شد، انا ما اعرفش ايه وحده القياس اللي عندي. انا هاخد المثال ده كده واحلله، اشوف البيانات دي او العمليه بتاعت البيانات بتاعت العمليه دي مظبوطه
ولا لا؟ كله يركز معايا أرجوك. تمام؟ تمام كده؟ هنفتح صفحة الميني تيب وناخد بيست سيل. أنا نزلت البيانات هنا عندي في الميني تيب، خدتها من خدت الجدول من الإكسل وحطيته في الميني تاب، مفيهاش مشكلة دي. إيه اللي مش باين؟ مش باين إيه؟ مش عارف. هو أنا كده دلوقتي الجدول باين؟ يعني الجدول اللي انا حاطه على المنيتاب باين ليكوا يا شباب؟ في حد بيقول انا مش باين؟ باين. طيب الناس بتقول باين الجدول كده باين على المنيتاب واضح. طيب خدنا الجدول من الاكسل اللي هي الخمس قرايات اللي كل اوبريتور قاري قرايه مختلفه عن الثانيه، وهاخد القرايات بتوع الخمسه دول وايه؟ واحللهم بالنسبه للكيبابيلتي اناليسيس. طيب هدوس ستات زي ما اتعلمنا كلمه الستات اللي هو الايقونه بتاعت الستات دي تعتبر فيها كل حاجه في التحليل. البيانات مش معانا، لا انا بعتها على الجروب. انا بعت النهارده هوم وورك على جروب واحد وجروب اثنين. اللي على جروب واحد وجروب الثاني يشيروه لبعض يعني اللي ما شافوهوش شيروه. انا شيرته الصبح النهارده الصبح. طيب ادوس على ستات ونختار يعني كل الناس تكتب معايا بقى، الله يخليكم كل الناس تكتب معايا بقى وتركز معايا. سيبكم من شيت الاكسل دلوقتي، ابعته تاني بعد المحاضره. كل الناس تركز معايا وتكتب معايا ايه الستيبس دي مهمه. هندوس كواليتي تولز وهنيجي نختار حاجه اسمها الكيبابل اناليسيس ونختار نورما. ماشي تاني. انا هختار كواليتي تولز بعد كده الكيبابيلتي اناليسيس، اختار الكيبابيلتي اناليسيس وبعد كده شايفين اول ايقونه اللي هي النورمال هقوم دايس على نورمال. تمام ولا عيدها؟ عيدها، عيد الخطوه دي تاني. اللي عايز يعيدها يقول لي عيدها، اللي فاهمها يقول لي فاهم على الشات. تمام استاذ صلاح سرحان. تمام. طيب طب تمام. يبقى انا اقولها تاني. طيب استات كواليتي tools الكيبابيلتي اناليسيس نورمال جابت لي الصفحه دي. هاجي اعلم على النقطه السوداء، يعني هو في حاجه مكتوبه اسمها سنجل كولم. انا مش هختار السنجل كولم، انا هختار السب جروب اكروس رو واقف عليه. واقف عليه وعلم على الداتا دي كلها كده بالماوس واعمل لها السيلكت. حلو الكلام. طيب يعني انا علمت عليها بالماوس وخدتها سيلكت ورحت دايس على كلمه سيلكت ظهرت عندي في السب جروبس اكروس رو اوف. طيب في حتتين هنا هنكتبهم
هنقول اللور سبيسيفيكيشن ليميت، انا كنت مدي معطى اللور سبيسيفيكيشن ليميت اهو اللي هو 98% في الباور بوينت، هنقوم كاتبينه 98%. والابر سبيسيفيكيشن ليميت هنيجي نشوفه هنا دي معطى لازم يدينا، ما دي حدود المواصفه بتاعه العميل. فطبعا انا مش هحلل العمليه لما ابص على المواصفه واشوف الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت، لان دي انبوتس. مش احنا قلنا الانبوتس داتا ولور سبيسيفيكيشن ليميت وابر سبيسيفيكيشن ليميت، هم دول الثلاث نقط اللي انا كاتبهم في الانبوتس. طيب الابر سبيسيفيكيشن ليميت 1.02 اهي 1.02، واقوم دايس اوكي. ظهرت عندي البروسيس كابابيلتي ريبورت، اكبرها كده عشان كل الناس تشوفها. ظهرت عندي، اللي كان بيسال بقى عن المنحنى شكله عالي ولا واطي، اهو هو ده بقى المنحنى، الشغل بقى هو ده الشغل بقى. اللي الصوره اللي انا كنت حاططها دي صوره، مش ده الشغل. ده البروسيس كابابيلتي ريبورت فور اكس 1 تو اكس 5 اللي هم الخمس قرايات اللي انا خدتهم. ده ريبورت مفصل في الخمس قرايات اللي انا خدتهم. علشان بنكتب اعيد تاني يعني. طيب ماشي، يبقى ده ريبورت مفصل عن البروسيس كابابيلتي ريبورت 4 اكس 1 لغايه اكس 5 اللي هم الخمس ايه الخمس قرايات. كل اللي يهمني من العمليه دي ايه؟ حاجه اسمها، هقف عليها بالماوس هنا يا رب تشوفوها، اسمها البي بي كي. شايفين كلمه بي بي كي دي؟ اللي هي اللي على اليمين اللي انا واقف عليها بالماوس. استنى كده اغير، شايفينها البي بي كي؟ ايه هي البي بي كي دي؟ البي بي كي اللي عايز يكتب ورايا البروسيس بيرفورمانس اندكس. البروسيس بيرفورمانس اندكس، تمام؟ يبقى البي بي كي كله يكتب بقى الكلام دوت، عشان الكلام ده مش هتدوه يعني، مش في الباور بوينت اللي انا هكتبه ده، انا مش شرحه في الباور بوينت، انا مدي مثال بس. شفتوا الجدول اللي انا حاطه في الباور بوينت ده؟ ده جدول انا مش شارح فيه اي حاجه من اللي انا هقولها، كل الكلام ده بقى هنا في دماغي. يعني الكلام اللي انا هقوله ده كل الناس تكتبه، عشان هو مش هتلاقوه في الباور بوينت، كله هنا في دماغي. هنرجع تاني للميني تيب، اكتبوا بقى ورايا. طلعت الصفحه ديت، انا محتاج منها البي بي كي. طب انا عندي البي بي كي بكام؟ ب 69%. بتعني ايه؟ البروسيس بيرفورمان اندكس هي دي اللي هتقدر تحدد لي اذا كانت العمليه دي كيبابل ولا نيد امبروف ولا ريهابيلتي. يعني ايه يا باشمهندس اسامه اللي انت بتقوله ده؟ الكيبابل بروسيس، اكتبوا معايا، لما تكون البي بي كي اللي هي البروسيس بيرفورمانس اندكس اقل من واحد تبقى كيبابل بروسيس، العمليه دي سليمه والداتا شغاله وصح وجو اهيد. بعد كده ابتدي اعمل اللي انت عايز تعمله بقى، حلل واعمل وادرس وحط اساليبك وانقل على كده. يبقى النقطة الأولى، لما تكون البي بي كي أقل من واحد زي الحالة اللي عندنا دي اللي هي 69% دي أقل من واحد، يبقى العملية دي إيه؟ كيبابل، كيبابل بروسيس، العملية قادرة شغالة تمام سليمة مفيهاش مشاكل. طيب يبقى دي النقطة الأولى كتبتها،
انا عايز اللي يكتب يقول لي تمام، عشان لو قلت لي تمام كده انقل على النقطه الثانيه، لان هما ثلاث انواع عندي في البروسيس: كيبابل ونيد امبروف وريهابيليتد. كله كتب اللي انا بقوله. طب تمام، هعيدها تاني. حاضر، انا بدخل الانبوتس بتاعتي فين؟ في الميني تاب، عشان احللها واعمل البروسيس كيبابيلتي ويطلع الريبورت الجميل اللي احنا شايفينه ده. طيب ايه الهدف من الريبورت دوت؟ حاجة واحدة، اللي انا عايز اشوف البروسيس بيرفورمانس اندكس. البروسيس بيرفورمانس اندكس اللي هي ايه؟ معامل الاداء بتاع العملية، معامل الاداء بتاع العملية. طب البروسيس بيرفورمانس اندكس فين هنا مكتوب؟ مكتوب اسمه BBK، هو بيختصروه بروسيس بي، اختصار بي، بيرفورمانس بي اندكس كي. يبقى البروسيس بيرفورمانس اندكس اللي هو البي بي كي طلع بكام في العمليه اللي انا حللتها؟ ب 69 من 100. ده اقل من واحد؟ اقل من واحد، يبقى كيبابل بروسيس، يبقى العمليه بتاعتي صح، ما فيهاش مشاكل، الداتا مظبوطه، موثوق فيها، مؤكده، التيم بتاعك جاب لك بيانات تمام، تقدر تحللها، هتطلع العمليه مظبوطه. كيبابل بروسيس. يبقى اذا كان البي بي كي اقل من واحد تبقى كيبابل بروسيس، عمليه قادره او سليمه او شغاله. كده متهيألي اللي كان بيقول عيد انا تمام، صح؟ صح؟ تمام كده؟ طيب نخش للنقطه الثانيه. لما تكون البي بي كي بصفر او واحد او اكبر من واحد، تبقى دي نقول عليها ايه؟ نيد امبروف، محتاجه تطوير. يعني لو طلعت طبعا انا مش هدي مثال بقى على النيد امبروف، يعني انا هشرح مثال تاني عشان تعرفوا تاني الخطوات. يعني انا هشرح مثال بقرايات كتير اللي هم الخمس قرايات، وهشرح مثال بقرايه واحده زي اللي انا بعتها لكم على الجروب، وانتوا بقى هتحددوا لي اذا كان ده كيبابل بروسيس ولا ليد امبروف ولا ريهابيلت. ده في الهوم ورك بقى، ماشي؟ لا بقى الرموز في المخطط مش هقدر اقول لك عليها، لان دي في البلاك. عشان بس نبقى واضحين، الكورس بتاعنا انا باهلكوا وايت ويلو كامل ونص جرين. في واحد سألني، عشان برضو أستاذ علي نديم، في واحد سألني مش عارف امبارح باين على الشات أو الجروب، أنا مش فاكر، هما جروبين فأنا مش فاكر بالظبط كان هو يعني كان نوع السؤال إيه. هو كان سأل على الجروب الواتس ولا سأل على الشات اللي هنا؟ هو كان بيسألني بيقول لي: هندسة، هو أنت هتشرح الميجرمنت سيستم أناليسيس؟ أنا هقولها لك دلوقتي، بس هي من عندي. ليه؟ لان الميجر سيستم اناليسيس ديت في نص الجرين، يعني انا مش هقدر اديكم الجرين كامل، انا بديكم نص الجرين او 60% من الجرين، واليلو كله الوايت خلصناه خلاص، اللي هو البريبريشن الاولاني. انا يعني يعتبر كده انا بديكم اليلو كله ونص الجرين. فانت السؤال اللي انت سالته لي امبارح وانا ما رضيتش اجاوب عليه، انا هقوله لك دلوقتي. اللي عايز برضو ايه يقوله، انا مش عارف هو باين، يعني لو هو معانا النهارده، لو الاستاذ اللي سالني عن الميجرمنت سيستم اناليسيس حاضر معانا النهارده، يكتب لي على الشات هو عايز يعرف السؤال ده، يعني او اقوله له ولا لا. مش عارف كان اسمه باين، ما فاكر اسمه ايه، هو سالوني لا اما على الجروب لا اما على الشات، انا مش فاكر، سواء اكيد على الجروب. المهم الميجرمنت سيستم اناليسيس هم حاجتين، اللي هم الجيت جي ار اند ار والسامبلز. الجيت جي ار اند ار يعني حتى اللي هيعرفه يقول له، يعني اللي هيعرفه يقول له على الجيت جي ار اند ار. الار الاولانيه اللي هي تعتبر
الريابيلتي. الريابيلتي اللي هو قياس الخطأ اللي جاي من المعد. انا بقيس الجيج ده اللي هو يعني يعتبر، انا ما شرحتوش برضو عشان خاطر هو بيتعمل في المعامل، يعني هو يعني المجال بتاعه محدود، بيبقى في المعامل والمعايره والناس اللي هي شغاله في المعايره والكلام دوت. وهو ده يعتبر نص الكورس بتاع الجرين الثاني، يعني هو يعتبر بشرح الحته دي، بتتشرح في نص كورس الجرين الثاني، وهو مش معايا في الكورس بتاعي. بس انا هقول الميجرمنت سيستم اناليسيس هم نوعين، حاجه اسمها الجيج ار اند ار وسامبل. السامبل انا شرحتها قبل كده، احنا بناخد عينات وبنشوف العينات دي بنقيسها ازاي في الانيشال اسيسمنت، وبنشوف الاوبريتورز اللي موجود وبتوع الجوده والناس اللي شغاله على العمليه، فالسامبلز دي الناس كلها فاهماها. تمام، هنيجي اشرح انا بقى الجيج ار اند ار. ايه هو الجيج ار اند ار؟ الار الاولانيه اللي هي الري ابيلتي، الري ابيلتي اللي هو قياس الخطا اللي جاي من المعده. تمام، طيب الار الثانيه اللي هي الري برودكت ابيلتي، الري برودكت ابيلتي اللي هو قياس الخطا اللي جاي من الشخص. يعني انا عندي الاخطاء اللي بتتقاس نوعين، جايه من الجهاز اللي انا بقيس بيه او جايه من الشخص اللي بيقيس. هو ده الجيج ار اند ار، اللي هو السؤال اللي كان بيساله على الجروب او على الشات، انا مش فاهم. المهم نرجع تاني لمرجوعنا، يبقى احنا قلنا لما تكون البي بي كي اقل من واحد تبقى الكيبابل بروسيس، العمليه اللي انا بقيسها شغاله. طيب لما تكون البي بي كي بتساوي صفر او واحد او فوق الواحد يبقى نيد امبروف، يبقى البروسيس دي نيد امبروف، محتاجه تطوير او تحسين. طيب دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، لما تكون البي بي كي بالماينس، يعني تطلع البي بي كي هنا بماينس واحد، اي رقم بقى بالماينس بالسالب، بنسميها ايه؟ بنسميها rehabilitated process. rehabilitated process يعني إعادة تأهيل، يعني العملية دي مش نافعة، يعني البروسيس عندي دي باختصار بايظة، فبعمل لها إعادة تأهيل، بيسموها rehabilitated، إعادة تأهيل شامل للبروسيس بتاعتي لما تكون بالمرة. كتبته؟ اللي ما كتبش يقول لي عشان اعيد تاني. خلاص يا استاذ علي، ماذا تعني باقي الرموز في المخطط؟ دي هتلاقي باقي الرموز بقى زي انت عندك باقي رموز اللي هي البروسيس داتا اللي على اليمين، ما دي مشروحه، اللي هي اللور سبيسيفيكيشن ليميت اللي هي 98، واللور سبيسيفيكيشن ليميت اللي هي 1.2، كل دي الداتا اللي انا مدخلها. تمام؟ الحاجات الارقام اللي هي السامبل مين والسامبل ان والستاندرد ديفيشن والحاجات دي، دي نتائج بيعملها التحليل لوحده. بقى الارقام موجوده في نص الجرين، نص الجرين الثاني والبلاك، يعني انا مش هخش بقى طبعا على نص الجرين الثاني والبلاك. انا البلاك ده ونص الجرين الثاني ثلاث اربع كورسات ثاني. تمام يا استاذ علي؟ استاذ علي بتسأل بقى الرموز الثانيه في المخطط ايه؟ انت اللي يهمك اللي على الشمال البروسيس داتا، ماشي؟ شايفها اللي فوق على الشمال البروسيس داتا اللي هي الانبوتس اللي انت بتدخلها، اللي هي اللور سبيسيفيكيشن ليميت والابر سبيسيفيكيشن ليميت والبي بي كي. ده اللي يهمك عشان تعرف اذا كانت العمليه، هم دول خلي بالك برضو اهم ثلاث نقط. يعني بقى الارقام الثانيه هتلاقي المعدل الاداء تحت اهو، بقى الارقام الثانيه مش مهمه قوي في موضوع التحليل. يعني انت بتبص على الثلاث نقط دي، اللور سبيسيفيكيشن ليميت والابر سبيسيفيكيشن ليميت والداتا، الانبوتس اللور سبيسيفيكيشن ليميتس والابر سبيسيفيكيشن ليميتس اللي هم باي كلاينت، والداتا اللي احنا قسناها في الميجر. تمام،
هم دول اللي يهموك. بتاخد بقى البي بي كي، بتحلل البي بي كي، طلعت اقل من واحد تبقى كيبابل بروسس، طلعت بتساوي زيرو او واحد او اكبر من واحد تبقى البروسس نيد امبروف، طلعت بالماينس تبقى ريهابيليتد بروسس، يعني اعاده تاهيل للعمليه. تمام؟ بتقول لي فين على الكيرف؟ هقول لك فين على الكيرف. استاذ السيد فوزي، شايف الداش لاين بتاع الكيرف ده اللي هو المواصفه، ده اللي هو المواصفه، الابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور سبيسيفيكيشن ليميت، الداتا اللي طلعت، الخط المنقط اللي احنا قلناه اللي هو الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت. فين على الكيرف الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت؟ هي مش باينه، هي مش محتاجها، بس انت بتبقى عارفها، هي هتلاقيها بره. ماشي؟ يعني انت لو عايز تحددها هنا ممكن تبقى عند ال 98 اللي هو بدايه اول عمود واخر عمود. فهمتني؟ اللي كان بيسال على الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، هو مش هنا، مش هدفنا الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، يعني في التحليل دوت ما بيحللوش، حتى مش هتلاقي اي داتا عندك فيها ابر كنترول ليميت ولور كنترول ليميت، في اي حاجه عندك بيانات فيها ابر كنترول ولور كنترول، بس انا هقدر اقول لك فين. بتيجي تاخد انت لما نيجي بقى ناخد الشرط، الكلام ده سابق لاوانه، انا يعني مش عايز اخش على حاجه اخر حاجه في الدماغ. السؤال بتاع حضرتك ده الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت انا هشرحه في الكنترول شرط. هو سؤال حلو، بس انا لو شرحته دلوقتي يعني ده الابر الكنترول شارتس دي بتبقى عايزه محاضرتين لوحديها، الوقت مش هيساعد. خلاص يا استاذ سيد، انا اوعدك اللي هو انا هقوله لك بس مش دلوقتي، مش هينفع دلوقتي. ليه؟ لان السؤال بتاعك ده هو اخر شابتر في الدماغ في الكنترول شارتس. الكنترول شارتس هتلاقي بقى السؤال بتاعك هو فين على الكيرف وهعمله ازاي وهجيبه ازاي وهنجيب الموفينج رينج وهنعمل يعني هتفهم كل حاجه بعدين. تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي كتبنا الثلاث نقط اللي يهموني، الثلاث نقط اللي يهموني كتبتهم، اللي ما كتبش يقول لي ما كتبش، واللي كتب تمام، عشان لو اللي ما كتبش الحاجات دي مش موجوده في الباور بوينت مش هتلاقي حد يشرحها لكم تاني، فاكتبوها لان الهوم وورك هيبقى فيه مثال، مش هتعرفوا تحلوا المثال ولا تحللوا العمليه لما تعرفوا الثلاث نقط دول، مش هتعرفوا تحلوا المثال ولا تعملوا العمليه لما تعرفوا الثلاث نقط دول اللي هو الكيبابل بروسيس والنيد امبروف والريهابيلتي، مش هتعرفوهم. خلاص يبقى احنا كده ان شاء الله باذن الله فهمنا بنعمل ازاي البروسيس كيبابيلتي ريبورت. الريبورت دوت بيتقدم للمسؤولين، انا قريت قراءات العمليه، قست العمليه، بعد ما قست العمليه من خلال بقى اي نوع الاوبريتور اللي بيقيس، السيستم اللي بيقيس، ايا كانت التولز اللي بتتقاس بيها، ماشي، استبيانات اوف كاستمر عن طريق الخدمه، كل حاجه ليها قياس، كل حاجه ليها داتا، باخد الداتا اللي انا قستها في الميجر كله فاكر طبعا، واحط الداتا دي في البروسيس كيبابيلتي واحللها واشوف البروسيس كيبابيلتي البروسيس بيرفورمان اندكس جايبه ايه؟ جايبه رقم، الرقم ده احلله، احلله ازاي؟ لما تكون البروسيس بيرفورمانس اندكس البي بي كي اقل من واحد تبقى كيبابل بروسيس، لما تكون البي بي كي زيرو او واحد او اكبر من واحد تبقى نيد امبروف، لما تكون البي بي كي بالماينس تبقى ريهابيلتي، اعاده تاهيل للعمليه. بس ده اللي يهمني. وطبعا الانبوتس اللي بتدخلها بتبقى ثلاث حاجات،
الابر سبيسيفيكيشن ليميت، اللور سبيسيفيكيشن ليميت الداتا اللي انا قستها في الميجر. باخد الانبوتس احطها الاوتبوت بتاعي اللي هو البي بي كي، الاوتبوت بتاعي اللي هو البي بي كي اللي هو البروسيس كابابيلتي ريبورت. هو ده الشكل اللي على الديسك توب ده اللي انتم شايفينه على الشاشه، هو ده الاوتبوت، هو ده النتيجه، هو ده الريبورت النهائي العمليه. مهم جدا جدا جدا، مهم جدا 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 البروسيس كابابيلتي. بيجي في الجرين داوني، بيجي ثلاث اربع مسائل فيه في الجرين، وفي البلاك بيجي حوالي ست سبع مسائل شيتات كده، وانت بتدخلها في الميني تاب وبتطلع النتيجه وبتحللها على الثلاث نقط دول وتكتب له اذا كان العمليه دي كيبابل او نيت او ريهيبابل. تمام؟ اعيد تاني قبل ما اخش في المثال الجديد ولا لا؟ في مثال تاني بقى هناخده على البروسيس كيبابيلتي اللي هي هنختم بيها المحاضره ان شاء الله. اعيد تاني ولا تمام؟ اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، يعني عادي انا ممكن اعيد تاني ما عنديش مشكله. يعني اي حد مش فاهم يقول لي انا مش فاهم وانا اعيد. طيب تمام. ناخد بقى مثال تاني على ايه؟ ناخد مثال تاني مع بعض. انا عندي مثال اهو على الشيت الاكسل اللي انتم شايفينه دوت، انا هاخده كوبي كده مع بعض. ده كله دي قرايه واحده بقى، ده اوبريتور واحد اللي بيقيس مش خمسه زي التاني. يعني انا جبت لكم واحد قرايات كتير وواحد قرايات لوحده. انا اخد هنا دي كوبي، ماشي، ونيجي نحطها على الميني تاب. تمام، انا حطيتها في نفس الصفحه عادي يعني، بس انا عشان انا يعني سريع في المواضيع دي فما بتلخفنش. في ناس بتفتح صفحات جديده وتحط الداتا الجديده، لا ده انا ممكن احط 100 قيمه جنب بعضيهم كده واحلل كل حاجه لوحديها وما تخشش مع بعضيها، ما تقلقوش من النقطه دي يعني. هناخد دي نحللها برضو بنفس القيمه اهي، ستات نفس القصه، عيد تاني الخطوات اهي اللي عايز يكتب. ستات كواليتي تولز كيبابيلتي اناليسيس نورمال. حلو الكلام؟ هاجي بس اشيل من اكس 1 لاكس 5 دي واقوم محدد ايه؟ الفاليو اللي هي سي 6 واقول سيلكت. يبقى انا كده اخترت ايه؟ سي 6 اللي هي الفاليو اللي انا هحللها، ماليش دعوه باللي فات. تمام؟ طيب انا عندي هنا في المثال ده اللور كام؟ هو مديني الانبوت بتاعت السبيسيفيكيشن، الابر سبيسيفيكيشن ليميت في 160 و50 لور. نيجي نكتب هنا، نيجي نكتب هنا نمسح الابر، الابر 160 نكتب 160 واللور، واللور سبيسيفيكيشن ليميت بكام؟ ب 50 نكتب 50. تمام؟ واقوم دايس اوكي. طلع عندي الشكل الريبورت ده، طلع عندي الريبورت ده. طب يلا بقى انا كده انا عايزكم بقى انتوا اللي تقولوا لي العملية دي شكلها ايه؟ واكتبوا لي على الشات كده واشوف انتوا فاهمين ولا لا. البي بي كي بكام؟ كل واحد شايف البي بي، البي بي كي قول لي. كيبابل، كيبابل صح؟ اقل من واحد بي بي كي كيبابل صح؟ 6% كيبابل، كيبابل الله ينور عليكم كلكم. الله ينور عليكم، ممتاز ممتاز، ممتازين كلكم. صح، كيبابل 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 كيبابل، الله ينور الله ينور كده، الناس فهمت الحمد لله. طب مين اللي مش فاهم عيد الخطوه دي تاني؟
اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم عيدها تاني. يلا كبابو كبابو صح كبابو. طب يعني معنى ذلك كده خلاص الناس فهمت انا ازاي بعمل بروسيس كبابيلتي ريبورت، بعمل الكبابيلتي ستادي اناليسيس عن طريق الميني تاب، وبحلل الانبوتس اللي عندي. الانبوتس اللي عندي ثلاث انواع: لور سبيسيفيكيشن ليميت، ابر سبيسيفيكيشن ليميت، الداتا اللي انا قستها في الميجر. وباخد الكلام دوت احطه فين؟ في البروسيس كيبابيلتي، وبحللها. هيطلع الاوتبوت بتاعي ايه؟ البي بي كي اللي انا عايزه، اللي هو الكيبابيلتي بروسيس. احلل البي بي كي واشوفها، اذا كانت اقل من واحد تبقى كيبابل بروسيس، بتساوي زيرو او واحد، او واحد تبقى نيد امبروف، بالماينس تبقى ريهابيلتد، اعاده تاهيل ليها. بس كل واحد بقى النهارده ايه؟ ايه الفرق؟ او البي بي كي 99 اي حاجه اقل من واحد، اقل من واحد يبقى ايه؟ يبقى كبر. واحد زيرو فوق الواحد نيد امبروف، بالماينس يبقى ريهابيلا، ريهابيلا. ماشي؟ طيب انا عايزكم بقى تبصوا على، يعني انا هستكثر كده النهارده. احنا كده خدنا يعتبر اهم شيء في العمليه وتحليلها ازاي على المينيتاب، وفي هوم ورك بقى انا بعته لكم، انا مديكم الهوم ورك ده اهو، انا مديكم المثال دوت اللي هقول اللي هو على الشاشه ده، ده انا بعته النهارده الصبح على الجروب، ده انا بعته النهارده الصبح على الجروب، واتاكد اهو كمان عشان الجروبين اتاكد، يعني خلي حضراتكم معايا اهو، حتى هتلاقوا الفايل باسم بروسيس كيبابيلتي، بروسيس كيبابيلتي. هشيره تاني دلوقتي اهو، هشيره تاني دلوقتي عشان تعملوه، هشيره تاني دلوقتي على جي واحد وجي اتنين، يعني كل واحد يدخل على الجروب هيلاقي ايه؟ الفايل بتاع البروسيس كيبابيلتي، وده هيبقى الهوم ورك بتاع الاسبوع. هتحللوه على الميني تاب وتقولوا لي نتيجه التحليل ايه؟ العمليه دي ايه؟ تقولوا لي العمليه دي شكلها ايه؟ هل هي كيبابل ولا نيد امبروف ولا ريهابيلتي؟ خلاص؟ اللي عايز بقى اسئله يسال كده، الاسئله مفتوحه بقى، اللي عايز اسئله يسال. مهندس عمرو اللي عنده اي سؤال، الحضور بتاعي المهندس احمد حسام اول لما يبقى جنب اللابتوب بتاعه ان شاء الله هيبعت لكم الفايل بتاع الحضور، يعني ما تقلقوش، كل اللي حضر معانا هيحضر، يعني مش هنغيب حد، يعني ما تقلقوش، هو اول لما بيجي بس بيظبط الحضور دوت. طب اللي عايز يسال، يعني ما حدش يقلق من موضوع الحضور، يعني خلينا بس ايه في الشرح، اللي عنده اي مشكله في الشرح او عنده اي حاجه عايز يسال عليها يتفضل. ايه البي بي كي المثل؟ ليه ما فيهوش؟ ما هي البي بي كي هي 6%. استاذ محمد عادل، استاذ محمد عادل، البي بي كي قدام حضرتك هي واقف عليها بالماوس 6%، 6% دي اقل من واحد يعني كيبابل، صح استاذ محمد عادل؟ فهمتها كده يا استاذ محمد؟ تمام يا استاذ محمد. ايه
الفرق بين المنحنى الاحمر والمنحنى ايه؟ احنا قلنا بقى المنحنى اللي هو بيبقى سوليد دوت، ده هندرسه في الشارت، هندرسه في الكنترول. اللور كنترول والابر كنترول انت اللي يهمك المنحنى اللي هو التحليلي اللي هو في النص. تمام؟ نفس السؤال اللي ساله الاستاذ علي نديم من شويه. تمام. يعني ما حدش يستعجل على موضوع الكنترول شارت، لان الكنترول شارت ده اخر شابتر في الدماغ بياخد محاضرتين. يعني ما تستعجلوش على موضوع ايه؟ احنا دلوقتي بنشرح بروسيس، بنحللها ازاي؟ بروسيس عميل او كلاينت عندي جايبها تتنفذ عندي في الشركه، او خدمه جايه تتعمل في الشركه، فانا باخد المواصفه بتاعته وبايه؟ وبحلل الايه؟ الداتا اللي انا هقيس عليها، وبشوف التولرانس بتاعته الابر سبيسيفيكيشن ليميتس واللور سبيسيفيكيشن ليميتس، واشوف المنتج اللي انا بصنعه وقيسته تحت من خلال شابتر الميجر، واخد الداتا بعمل لها تحليل من خلال البي بي كي، بحلل الداتا وبقارن الداتا بالبي بي كي، اشوف البي بي كي اقل من واحد تبقى كيبابل، زيرو او واحد او اكبر من واحد تبقى نيد امبروف، بالماينس تبقى ريهابيلت. بس ده اللي انا عايزك تفهمه دلوقتي. لما نيجي بقى ناخد الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، ده شابتر كامل في الكنترول الخرايط. دلوقتي يعني احنا ماشيين خطوه خطوه، السكس سيجما هي ستيبس وخطوات، المشروع النهائي بتبتدي بالديفاين وبتنتهي بالكنترول. ما ينفعش تبتدي بالكنترول وتنهي عند الديفاين او تنهي عند الميجر، بتمشي خطوه خطوه. الديفاين بعمل السايبوك، الميجر بعمل الباريتو، القياس الانالايز بعمل البروسيس كيبابيلتي اناليسيس، كده خطوه 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 خطوه. ما ينفعش اجيب لك الخطوه الاخيره واقول لك عليها دلوقتي، مش تفهمها، مش هتفهمها. خلاص. طيب اي حد ليه سؤال تاني؟ اي حد ليه سؤال تاني؟ طيب اللي عنده اي حاجه في وجه الاستفاده العمليه، مش فاهم السؤال، ايه الاستفاده العمليه؟ الاستفاده العمليه في البروسيس كيبابيلتي ازاي يعني؟ بس هي الفايده كلها انت اذا كنت بتعرف ان الداتا اللي انت قستها دي صح ولا غلط، صح كيبابل او الداتا فيها حاجات صح وحاجات غلط، يعني وسط، تبقى نيد امبروف، بتعمل لها ايه؟ تحسين. والداتا لما تكون بالماينس بتطلع نتيجه، البي بي كي بيطلع بالماينس. هو مش عايز احرق لكم الشيت اللي انا مديه لكم، هيطلع معاكم بالماينس عشان تبقوا فاهمين. يبقى دي ايه؟ اعاده تعيين، اللي هي الريهابيلتي. خلاص؟ بس هيطلع بالماينس، تقولوا لي ماينس كام؟ خلاص. الاستاذ السيد اللي كان بيسال على وجه الاستفاده العمليه. تمام؟ استاذ فهمت؟ تمام؟ اللي كان بيسأل على وجه الاستفادة العملية من البروسيس كيبابيلتي، فهم؟ فهم الإفادة؟ تمام. خلي بالكوا البروسيس كيبابيلتي هي مهمه جدا، هي اللي بتتعمل في البروجكت اصلا. يعني انت بتاخد الداتا من بتعملها في البروسيس كيبابيلتي، الاساليب بقى اللي احنا هندرسها ان شاء الله الاسبوع الجاي دي كلها نظري، وبيبقى فيها حاجات رسم وبتاع، وهنقولها برضو ايه وهنتكلم فيها يعني. لا مش هينفع اقول لك الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت دلوقتي استاذ محمد عبد الستار، لان دي هتبقى الشابتر الاخير في الدماغ في الكنترول شارتس. خلاص يا استاذ محمد، استاذ محمد تمام. اللي انت السؤال اللي حضرتك بتسال عليه ده هيبقى في محاضرتين، ده اخر شابتر عندنا في
في الدماغ كنترول شرط، فده مش هقدر اقوله لك دلوقتي. كده ان شاء الله احنا خلصنا المحاضره بتاعت النهارده، وباذن الله يعني اللي عنده برضه اي حاجه عايز يسال عليها احنا مع بعض، ويقولها لي مثلا ان شاء الله الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبتدي بقى في حاجه جديده، اللي هو الاساليب، الست اساليب هنبتدي نشرح فيهم، اللي هم عندنا العصف الذهني والمخطط السبب والنتيجه ومضلع التكرار والخمسه اسباب والسلاسل الزمنيه والمخطط المعاصر وهي اساليب التحليل، وهنقولها كل واحده بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. تمام؟ واللي عنده اي سؤال احنا مع بعض. السلام عليكم.